الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فيوقفون ألوفا من سنينهم، يقصد به قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلائق الأولين والآخرين، يعني في موقف يوم القيامة. قال: فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيبلغ الناس من الكرب والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، بل إن الناس يبلغ منهم العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ به العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى سرته، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. فالشمس تدنو منهم قدر ميل، وقد اختلف العلماء في الميل المذكور في هذا الحديث، أيراد به ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ على قولين لأهل العلم، ولا أظن أن لهذا الخلاف ثمرة، لأن الشمس على حرارتها فإنها إن تحركت من مكانها الآن نحو الأرض ولو شيئا يسيرا لاحترقت الأرض ومن عليها، فكيف بميل المسافة فضلا عن ميل المكحلة؟ فإذا هذا يوم شديد فيه من الأهوال والمصاعب والمتاعب والأخطار ما يوجب للمسلم أن يلتزم بشريعة الله في وقت الإمكان، وأن يستعد الاستعداد الكامل بالعمل الصالح والتوبة النصوح لاستقبال هذا اليوم. فإن هناك طائفة يظلهم الله عز وجل من هذا الحر العظيم بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومنهم كذلك المتحابون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن أعظم ما يحتمي به العبد من هذا الحر الشديد في هذا اليوم كثرة الصدقة يا إخواني. ففي حديث سمرة بن جندب عند ابن خزيمة وابن حبان بسند جيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. فالله بالاجتهاد بالأعمال الصالحة حتى نخرج من هذه الدنيا على خير ما يرام بإذن الله عز وجل.